بسم الله الرحمن الرحيم. أولا سعداء بلقائكم مرة أخرى، معكم سوى أبو الحسن عبد الله اللي هو أستاذ في المنازعات والعقار على المستوى الدولي وعضو في المجمع هادشي ديال التحكيم والوساطة في على المستوى ديال الوطني اللي هو عندنا المقر في الدار البيضاء، وعضو في الجامعة الوطنية لبناء الأقشاء العمومية على جهة فاس مكناس وعلى المستوى الوطني. وبهذه المناسبة نشكر الإخوة والأخوات وبصفة خاصة الإعلام ديال مدينة فاس اللي الحمد لله دائما فاس لا على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي كان الإعلام ديالها، ونرحبوا بجميع الإخوة والأخوات اللي مرة ثانية مرحبا بهم. كان عندنا في الندوة اللي قلنا هي أربعة ديال النقاط، هو بالناحية الجامعة الوطنية بناء الأقشاء العمومية شنو يدار في المكتب، في ناحية الناحية ديال 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 المكتب شنو قام بالدور ديالو في هذا الشيء ديال الكورونا، بالنسبة لكاين المولود الجديد اللي غادي يكون في مدينة فاس اللي هو المقر ديال التكوين اللي غادي يكون في مدينه فاس، هو الناس اللي خصهم يتسجلوا في اللوائح الانتخابيه ديال الغرف المهنيه. هو انا بخلاصه القول باش نكونوا واضحين، هذا واحد السؤال اللي تنوجهه باش انا كنقتن من جهه فاس مكناس للمغاربه كلهم بصفه عامه. هذا المشروع اللي هو الضخم عليه النقشه لا بالنسبه لا بالنسبه للجامع الوطني بناء اشغال ولا بالنسبه للتكوين المولود اللي غادي يندار جديد، هذا الشيء كله غادي يمدوا للمغاربه. لهذا احنا السؤال ديال الموجه هو لبعض الاخوه والاخوات ولا من الناحيه الاقتصاديه ولا السياسيين باش قاتي خصهم هاد الشباب مسكر راهم فقدوا الثقه، فقدوا الامور ديالهم. حنا دابا حسن نهضروا تنقولوا بان الغرفه والتجاره والصناعه، كاش واحد تقول لك انا هذاك ابو الحسن دائما تنشوف فلان جديد. اذا حنا تنوجه السؤال ديال الشباب ديالنا لا المقاوله الصغرى ولا المتوسطه ولا الامور باش لقى يولجوا ويتقيدوا في هذه اللوائح الانتخابيه اللي الحمد لله بلا شك غادي تكون وجوه جديده، وغادي وانا عندي اليقين انا عندي الثقه لان الحمد لله غادي يكون تغيير وغادي يكون امور، لان هذا الكوفيد وهذا الشيء اللي كان غير بزاف ديال لا بالنسبه للدولي ولا المحلي ولا العربي ولا الافريقي. لهذا حنا تنقول للاخوه والاخوات تيخصنا وتنوجه السؤال ديال الناس الاقتصاديين لا المقاوله الامور، تيخصنا نوضوا كوطنيين، تيخصنا نتحركوا ونهضروا فيما لنا. هذه بلادنا، بلادنا راه ما يمكنش واحد اخر يجي يبني لنا بلادنا، راه المغاربه ديالنا رجال ونساء هما اللي بنوا هذه البلاد. لهذا حنا كما تنقول للاخوان حنا راه كل باش انتم جيتوا عندنا وهذا حنا مستعدين، حنا نتعاونوا باجماع، وحنا كجامعه وطنيه البائع واش غتكون الباب ديالها مفتوح. وحنا تنقول للاخوان كاين بالنسبه للمقاولين على جهه فاس مكناس تنقول لهم باش يولجوا يمشيو للمكتب ديالنا، راه عندنا فاس عندنا مكناس باش لقاو يجيو وياخذوا، راه حنا ما تنجملوش عليهم، راه كاين موظفين اللي تيتخلصوا الا مستعدين لا من ناحيه ديال الكلاسيفيكاسيون لا من ناحيه ديال السباقات ولا من ناحيه الامور. وبهذا السؤال انا تنقولها، راه نقول لك واحد القضيه، راه حنا قطعنا واحد المراحل اللي هي مهمه. انا نعطيك سبيل المثال، كانت الصفقات العموميه كانت فيها بزاف ديال الكرهات، دابا الحمد لله ولات الصفقات على مستوى البوابه، ولات هذا الشيء ديال التخليص ديال الالكترونيك، هذا الشيء ديال البيانات ديال الخلاص، هذا الشيء ماشي كافي، ولكن راه كاين واحد المجهود، كاين واحد المجهود جبار، كاين واحد الامور، ولكن باش بينا حنا كفاعلين اقتصاديين كجمعويين. لهذا انا دائما تنقولها تيخص الاخوه والاخوات لا من النخبه السياسيه ولا الاقتصاديه ولا الصحافه ولا الاعلام ولا المواطنين، تيخصنا عندنا تنعيشوا واحد المرحله اللي هي مرحله انتقاليه، وانا تنعرف بان وانا كمغربي وكمواطني راه تنعرف بان المغاربه راه طال عليهم الدم، ولكن تنقول المغاربه هذه واحد المرحله انتقاليه، راه ما يمكنش الا ما تسجلت في اللوائح الانتخابيه ديال الغرف المهنيه وفي الامور تقول لي بان غتغير. لا، راه الا بتغير خصك تقتحم. راه نعطيكم مثال، هادو الشباب ومعنا راه حيت بيدخل الاعلام راه تلقى السيد اللي سيسد عليه الباب، تلقى الصحافه سد، ولكن الا بيقتحم وبيدخل الاعلام تيخصو يصبر وتيخصو يدير. لهذا حنا مدينه فاس وتنقولها وتنفتز بها، مدينه فاس مدينه القرن، مدينه 12 القرن، مدينه العاتقه، مدينه جامع القرويين، تيخصنا نعزو بلادنا وبلادنا الحمد لله. وتنقولها وباقي تنقولها اللي بهذه المناسبه الى بينا كما سيدنا الله ينصرو قال هذا المشروع الجديد ديال الضمان الاجتماعي ولا هذا المشروع الجديد ديال المجلس الاقتصادي ولا الامور ولا هذه، تيخصنا الى بينا ندير. انا تنطلب من الاخوان ومن الفاعلين الاقتصاديين خصنا نشجعوا الامور المنتوج المغربي. انا المناشده ديال الاخ المحترم اللي تناش الاخوه والاخوات داي كاين عندنا واحد الغول اللي تنخافوا. علاش نخافوا؟ واش حنا في المغرب اللي قدو قداش ونخافوا؟ خصنا الى بينا خصنا نتسجل، علاش ما نتسجلوش؟ بعض الناس عندهم تخوف، علاش تخوف؟ علاش؟ علاش تخوف غدا ونقول بان رئيس الغرفه ما دار والو، رئيس الصناعه تخرب ما دار، الاخ المحترم الصناعي السدور النجار السدور الامور المقاول الناس المعنيين بهذه الامور، وبلا شك راه الخانه تطلع ديال الناس المعنيين خصهم ينخرطوا. راه اخر اجل قد نهضر 40 ولا 50 اللي الان يجي حنا مقبل على الانتخابات، راه اخر اجل غادي تكون هو الاثنين الجاي. لهذا راجعي لا على المستوى اللي جات الناس ولا على المستوى الوطني باش كنخرطوا في هذا المشروع وفي هذه الامور وفي هذا المولود الجديد. والسلام عليكم.